أخرى من قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال تتفجر في ضواحي مدينة طنجة في إحدى قرى جماعة ملوسة. تم خلال الأسبوع الجاري اعتقال إمام مسجد قرية للاشتباه في اغتصابه فتيات قاصرات على مدى 8 سنوات حين كنا يرتدن الكتاب القرآني. روبرتاج صديق بن زينة فريد غيتو. ستظل هذه الألواح بصمغها وصلصالها شاهدة على أبشع الجرائم التي ترتكب في فضاء لتعليم القرآن وحفظه. إنه كتاب قرآني بإحدى مداشر جماعة ملوسة ضواحي طنجة. في هذا المكان ظل فقيه القرية يتناوب على اغتصاب فتياتها الصغيرات المتعلمات لمدة تناهز 8 سنوات قبل أن تنفجر القضية باعتراف جماعي تلقائي للضحايا. عرفنا الحقيقه يعني الفضل لواحد البنت الجيران ديالنا. من بعد يعني ديك البنت يعني بقات كديهم تجيبهم في الهضره، بقاو كيعاودوا لها الحقيقه، يعني عاودوا لها الشيء اللي كان يمارس عليهم الفقي يعني في المسجد. صافي فاش عرفنا الحقيقه حنايا يعني بحال عندنا الجنازه في الدار. هذا الشيء هذا ما تقبلناش، يعني تعدنا على البنت، هبطناها للطبيب، يعني عملنا يعني الشهاده، لقينا انه تعدى عليها. اللهم هذا منكر، بغينا الحق ديالنا والحق البنت ديالنا والحق البنات كامل، ماشي غير هي ضحيه، يعني بزاف ديال البنات. يعني هو اصلا اعترف بلي انا تعدى على 8 البنيتات. الاولاد ديالنا كنا نجيبوهم يقراو باش يقراو القران، وكان اللي يتكرفص عليهم. حنايا مع الاسف ولادنا ما قالوا لنا حتى شي حاجه، حيت كانوا اللي يخافوا منه، كان اللي يهددهم، ما كانوا يقولوا لنا حتى شي حاجه. اعترف الفقيه المشتبه به بجرائم الاغتصاب في حق فتيات الكتاب، وهو إمام مسجد القرية 43 سنة، قدم إليها عام 2008 وتزوج إحدى بناتها وكسب احتراما ووقارا، لكنه استغل ثقة الساكنة وبراءة الأطفال لينفذ جرائمه المتكررة ولسنوات. وشاء القدر أن تنفجر القضية قبل 3 أيام بعد بوح الضحايا اللواتي حملن في صدورهن جرحا غائرا لسنوات. كثرة هذه الجرائم مردها أولا أنها بعد الإفراج وبعد الخروج من الحجر خرجت كل هذه الأوبئة وكل هذه الأمراض البشرية وظهرت للوجود وطفحت على السطح. نتمنى أن لا تظهر أخرى، لأن ما يظهر الآن هو الجزء الظاهر من جبل الثلج، وما خفي كان أعظم. والأعظم والأدهى أن تتكرر حالات الاغتصاب في مثل هذه الفضاءات التي يفترض أن تكون مشتلا لاستنباط قيم التعفف ونقاوة الأخلاق. فغير بعيد عن هذه القرية وبمنطقة الزينات كانت تفجرت قضية مماثلة لإمام مسجد القرية تورط في قضايا اغتصاب أطفال الكتاب القرآني، الشيء الذي دفع منظمة مدقش ولدي إلى المطالبة بإعادة النظر في تدبير فضاءات الكتاتيب القرآنية من أجل حماية مرتاديها من الأطفال من جرائم الاغتصاب. الإنتاج المتوقع من الزراعات الخريفية يغطي احتياجات الاستهلاك والتصدير بشكل كاف حتى حلول شهر ماي من العام المقبل. التأكيدات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجاءت في بلاغ صدر اليوم. أوضحت فيه الوزارة أيضا أنه على الرغم من الوضع المناخي الصعب للعام الجاري والوضع الصحي الخاص بوباء كورونا، فإن إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يبدو جيدا بحسب التوقعات الأولية. وفي توقعات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أجواء غائمة مصحوبة بأمطار تتشهدها الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية خلال الساعات 24 القادمة. أما درجات الحرارة فستتراوح بين 12 و44 درجة. ونختم النشرة بالنبائية الثقافي. بعد نصف قرن على رحيله، قرية ديابات بضواحي الصويرة تحتفي بالفنان الأمريكي جيمي هاندريكس. القرية التي كان زارها هذا الفنان الأمريكي الكبير عام 1969، أي عاما قبل رحيله المأساوي وهو في ريعان شبابه. هذه القرية تحتفي بطريقتها الخاصة واختارت للعديد من مقاهيها اسم جيمي ووضعت صورا للفنان تخليدا لهذه الزيارة.
في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها: حصيلة قياسية جديدة من الإصابات اليومية، 2760 إصابة في مجموع الترابي الوطني، و41 حالة وفاة إضافية، و1760 حالة شفاء. رقم قياسي من الإصابات أيضا في جهة الدار البيضاء، استات أزيد من 1100 إصابة. وضع يبقي على التدابير مشددة في العاصمة الاقتصادية لأسبوعين آخرين. الحكومة قررت تمديد فترة العمل بالتدابير التي كانت دخلت حيز التنفيذ في 7 من الشهر الجاري. ومن بين ما تشمله هذه التدابير: إغلاق المدارس واعتماد التعليم عن بعد، وإغلاق منافذ المدينة، وإخضاع التنقلات من وإليها لرخص استثنائية مع فرض حظر للتجول ليلا ابتداء من 10 مساء. ختام الظهيرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. اعتماد خيار التعليم عن بعد في جامعة القرويين بمدينة فاس. قبل أن نبدأ في الفيديو، لا تنسوا دعمنا بلايك وشكرا جزيلا. أعلنت رئاسة جامعة القرويين بمدينة فاس عن اعتماد خيار التعليم عن بعد بالنسبة للدخول المدرسي 2020-2021 كإجراء وقائي لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد. ويأتي هذا القرار حسب بلاغ توصلت له صفحة معينة بنسخة منه، اعتبارا للوضع الصحي العام من جراء تفشي جائحة كورونا وارتفاع أعداد المصابين بشكل متزايد يوما بعد يوم، إضافة إلى الظرفية الصعبة المتعلقة بتنقل الطلبة من جهات متعددة بالمملكة وظروف إيوائهم. وأفاد ذات المصدر أنه تقرر اعتماد التعليم الحضوري بالنسبة لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، مشيرا إلى أن الدروس بالنسبة للطلبة القدامى ستنطلق ابتداء من 5 أكتوبر 2020. وأضاف البلاغ ذاته أن مباريات الولوج إلى المؤسسات والمعاهد التابعة للجامعة ستنظم ابتداء من الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر أكتوبر 2020، فيما ستنطلق الدراسة عن بعد بالنسبة للطلبة الجدد ابتداء من الأسبوع الموالي لإعلان النتائج. إلى هنا ينتهي فيديونا هذا، نلتقي في فيديو آخر، وسلام الله عليكم.